بالنسبه لي او زين وزعت فيه حاول تقول انا سويت حاول تواجد بس اقوى حوادث في اثنين واحد ما راح اذكره واحد راح اذكره واغبى حوادث اثنين بعد واحد من الحوادث مو حادث هذا كنت واقف انا واخواني ركبنا السياره شوف المخ كان المخ راح يحجر يعطيها ستارت وقته زين كثير ربع نروح نوقف هنا فيه منقع ماء تروح نوقف هنا الربع نقعد وناكل جالسين والله مشغلين اغاني جالسين ناكل على السرد مروق قاعد طالع البحر قدامي نقرة مويه يا ولد فجأة دبوم الا وانزل طالع على كفر منفلت من سياره من الشارع العام وجاي يمشي لين صقعنا احنا اشهدك مقرود والله ما في احد حولنا بس انا جاء رجعنا احنا ما في احد حولنا يا ريت ترى مقرود يا عيال مقرود فاضي جنبنا مسوي بلد من الشارع العام يا الربع لقيت الحفر اوريك اقول لك هناك رجعت بالالفا جوني يمشي هناك ورجعنا احنا جالسين مستكني اما الحالة الثاني كنت تقريبا مو متوسط زي كذا ابوي تو قاعد يعلمنا السياقه ساكت العادي انا ما اعرف اسوق جايين ابوي قال ابوي دخل السياره داخل الكراج جاي عزوز طاير انا رحت وزنت من بعيد القراري جيت وزنت من بعيد اشوف الكراج قدامي وانا وزن قلت عشان اول ما ادخل اوقف على طول لان انا ما اعرف لا جيت اعرفها هذه ما اعرف ايش ابتش ما اعرف اضبط كراج بعدين ابد اصلا مجد والله تبيع الدزه لين اي وجهي الدزه ابوي يقول اتي فتي 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 بزار والله يا مر ابوي قال خلاص يا مر عقاله هنا قال انا اخو ابوي اسمع انزل انزل انتبه انا حادث القوي حادث القوي شوف القراد اقسم بالله مقرود يا رجل يلا حنجي ليله العيد ما احنا راح حنجي راح نجي ليله العيد كان الساعة 4 الفجر هذا حادث ليله العيد يموت واحد يدخل معايا الساعة 4 الفجر العيد وناس من انا واخويا قال خلينا نروح في هجره تخبير على طريق الدمام قال في غلط انا خلينا نروح نجيب نرجع لاستراحتنا قلت له يلا والله نروح عادت احنا خمسه لك شوف طايرين اللي يسوق بنا واحد طاير يمشي 200 اخ اي طريق فاضي تخبر عيد قال ما في احد جايين المهم طايرين حنا نمشي مبطن الشيار وصلنا وحنا طريقنا وما شلنا غراض كلهم ها هو يعلمك فيها ولا يعني اسه المهم وندور وحنا مدورين مضبطين بعد تجي سياره قدامنا سياره اوبتما هو طاير راعي اوبتما طاير وحنا صرنا ورا على السواهر بس ملحمين بمره انا يا الربع تقول في شيء جاني قال لي واد قول اخوي خليه كذا جاني تقفي احد صبدني كلام قلت والله هذول اهلي انا اكذب لان احنا عندنا وقت قلت هذا اخوي والله انت تو جاي من الدمام انا اصرف من راسي ابي اهدي بس كذا خفت جاني خوف ما ادري فجاه راعي وقت مكعب بريك حمح ساهر وحنا ايه ساهر قدام حنا بربع صدمتوا ايه حنا مش 200 يوم رجعنا وتحلف السياره يمين زي كذا راحت على ساهر يرد عكسي وتروح بين تراب ونقلب قلبه ولا تعدل لا لا ما جيت بتقلب قلبنا على جنب وبعدين تعدلت يا ايه يوم تعدلت انا التفت له واحد من اخوي يسوي هلون قلت موت اركض والله نفكه ويجينا راعي فوز وقفنا ونقعد من الساعه يمكن 12 بالليل لين قد الساعه 4 الفجر اذن عيد وحنا بالمستشفى ابوي قال اخوي تعبان المهم يلا مشينا طيب اسمع 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 هاي فورد يجاك مع شاورما لا والله ما مع شاورما فورد اسود يود شال اللوحات قال اركب وانا مش 200 ليه الوقف اليوم والله يا استاذ ذي اشكر احترم استاذ ذي محضرها من قبل حقتي هذه بس احترم الموقف اللي يقوله ذي والله اعطاني باص